السلام عليكم، اهلا بكم دكاتره في الجزء الثاني، واللي هنشرح فيه ان شاء الله الاسبكتس اللي موجوده في اللور سنترال واللور لاترال. هنبدا ان شاء الله الاول بالليبيال سيرفيس اللي موجود في اللور سنترال. هنا الميزا اوتلاين والديستال اوتلاين والسيرفايكال اوتلاين والانسايزال اوتلاين. لو لاحظتوا قدامكم هتلاقي عند الميزا اوتلاين والديستال اوتلاين في الانسايزال سيرد هتلاقيها ماشيه ستريت، وبعد كده بدات تعمل تيبرنج لحد السيرفايكال لاين. فبيقول لك هنا ده بيعطي السنه فان شيب ابيرنس شبه المروحه بالظبط. فدي ملحوظه مهمه مكتوبه عندكم، ان الفان شيب ابيرنس ده بيظهر فين؟ بيظهر في الليبيا سيرفيس بتاع اللور سنترال انسايزر. تمام، دي اول حاجه. بيقول لك ان السنه ديت باي لاترالي سيمتريكال. باي يعني ثنائي، لاترالي اللي هي الجوانب، سيمتريكال يعني متناسق. لما اجي اقسم السنه زي ما انتم شايفين قدامكم بالخط ده هتلاقي اللي على اليمين زي اللي على الشمال بالظبط. اسمها ايه النقطه دي؟ اسمها باي لاترالي سيمتريكال. تمام، خد بالكم من دي برضو. تمام، بعد كده بقول لك ايه، ان ميزيا كونتاكتيريا موجوده فين؟ موجوده نير الميزيون سايز الانجل. تمام، طب الديستا كونتاكتيريا موجوده فين؟ موجوده نير الديستون سايز الانجل. طب هنا نير وهنا نير، يعني الاثنين ات ذا سيم هايت، يعني عند نفس الارتفاع. فدي اول مره نقابلها، ان الميزيا كونتاكتيريا ات ذا سيم هايت مع الديستال كونتاكتيريا. فاكتبوا القاعده دي عندكم يا دكاتره، اكتبوا القاعده دي عندكم دلوقتي. الديستال كونتاكتيريا دائما وابدا مور سيرفايكالي زان الميزيا كونتاكتيريا، ما عدا في اربع حالات: لور سنترال اللي هي لور 1، لور فيرست بريمولر اللي هي لور 4، lower second premolar اللي هي lower 5، and upper first premolar اللي هي upper 4. اول ثلاثة اللي انتوا كتبتوهم lower 1 lower 4 lower 5 بيكون الميزيا كونتاكتيريا والديستال كونتاكتيريا as the same height. تمام، upper 4 بيكون الديستال كونتاكتيريا less cervically than الميزيا كونتاكتيريا، اي بمعنى ان الميزيا كونتاكتيريا more cervically than الديستال كونتاكتيريا، وهي عكس اللي احنا على طول بناخده واللي على طول هتقابلوه، ان الديستال هي اللي مور سيرفايكال زان الميزيال. دي اللي انتوا على طول هتقابلوه. لا، ده في الابر فور هيكون العكس، ان الميزيال هو اللي مور سيرفايكال زان الديستال. كتبتوا الكلام ده؟ ده كلام مهم جدا، اكتبوه عندكم، قاعده هتمشوا عليها بقيه السنه ان شاء الله. تمام يا دكاتره؟ تمام، خش على بعده. الميزيون سايز الانجل نظامه ايه؟ زي ما انتوا شايفين بالظبط اهو، بيكون شارب رايت انجل 90 درجه. طب الديستون سايز الانجل بيكون رايت انجل، بس ايه، ممكن كده يكون في حته راوندد كده، بيكون مور راوندد، حاجه بسيطه عن الميزيون سايز الانجل. كويس جدا. لسه اخر حاجه في كراون، ان السيرفايكال اوتلاين هيكون كونفكس روت وايز زي ما احنا اتعودنا مع كله. تمام، ايه تاني ممكن نتكلم عنه؟ هنتكلم عن الروت. الروت بيقول لك ايه، كان ماشي ستريت في الاول لحد مثلا نص الروت كده، وبعد كده بدا يعمل تيبرنج. خلاص، سهله مننا وعلينا. الروت سنجل، عدد بتاعه سنجل. تمام، بيقول لك ان هو سلندر، سلندر روت. اكتبوا الحته دي عندكم برده كويسه. طب الروت بينتهي عند بوينتد ابيكس ولا بينتهي عند بلانت ابيكس؟ لا، بينتهي هنا عند بوينتد ابيكس. خلاص كده دكاتره، هو ده الليبيال اوتلاين بالنسبه للور سنترال انسايزر. تعال نشوف الليبيال اوتلاين في اللور لاترال انسايزر. بالنسبه للليبيال اسبيكت بتاع اللور لاترال انسايزر هتلاقيه ليس سيمتريكال زان اللور سنترال انسايزر. طب وليه؟ بسبب الديستال سلوبنج او الديستال تلتيشن، ودي طبعا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وقلنا ايه السبب. تمام، يبقى ده اول حاجه ان هو ليس سيمتريكال. كراون نظامه ايه؟ هنا وايدر، وايدر ميزيو ديستالي زان اللور سنترال انسايزر. تمام، هتلاقي لارجر اضخم كده، هتلاقيه لونجر سيرفايكو انسايزلي. كويس جدا. تمام، ايه الجديد عندك؟ هقول لك مثلا ان ميزيو انسايزل انجل زاوية أقل من 90 درجة، هناك كانت 90 درجة بالظبط، لا هنا أقل من 90 درجة. طب الديستون سايزر أنجل، لا الديستون سايزر أنجل هنا راوندد. ليه؟ بسبب الديستال تلتيشن أو الديستال سلوبنج اللي موجود. ونتيجة للديستال سلوبنج أو الديستال تلتيشن هنلاقي إن الديستال أوتلاين أصغر من الميزيال أوتلاين. دي أظن مفهومة. تمام، ونتيجة برضو للديستال تلتيشن أو الديستال سلوبنج هنلاقي إن الميزيال بوردر أكبر من الديستال بوردر زي ما انتوا برضو شايفين قدامكم. يبقى احنا دلوقتي اخدنا نتائج مترتبه على الديستال سلوبنج او الديستال
تلتيشن. اول حاجه ان الديستال اوتلاين اصغر من الميسل اوتلاين، تاني حاجه ان الديستال بوردر اللي موجوده على الانسايزل اوتلاين اصغر من الميسل بوردر اللي موجوده على الانسايزل اوتلاين. تمام. بالنسبه للميسل كونتاكت اريا والديستال كونتاكت اريا، الاثنين موجودين في الانسايزل سيرد، بس الديستال كونتاكت اريا مور سيرفايكالي زان الميزل كونتاكت اريا. مفيش اي مشكله في الحته دي، هنلاقي ان الميزل كونتاكت اريا عند او نير الميزل انسايزل انجل، الديستال كونتاكت اريا مور سيرفايكالي زان الميزل كونتاكت اريا. تمام جدا. ايه تاني ممكن نقوله؟ هنقول ان الكراون استلتد ديستالي اون ذا رود، عارفين الحته دي، قلنا موضوع التلتيشن ده. تمام. اخر حاجه ممكن نقولها في الكراون ان السيرفايكال لاين كونفكس روت وايز، واحنا خلاص عارفينها وزهقنا منها. مش كلام كتير ممكن يتقال في الروت غير انه اطول لونجر، هتلاقي سكر اسمك وهتلاقي وايدر اعرض. بالنسبه مثلا للروت بيقول لك ايه؟ ان هو تيبر جرادوالي، عكس مثلا السنترال انسايزر. قلنا السنترال انسايزر بيكون ستريت ومن عند نص الروت كده او من عند الابيكال سيرد هتلاقي عمل تيبرنج مره واحده. طب هنا في اللور لاترال هنا عمل جراديوالي تيبرنج، تمام، من اول السيرفايكال لاين لحد البوينتد ابيكس. بس كده يا دكاتره، هو ده كل حاجه عن الليبيال بالنسبه للور سنترال واللور لاترال. تعالوا نشوف اللينجوال. يلا هنبدا الاول باللينجوال سيرفيس في اللور سنترال انسايزر. مفيش كلام كتير يتقال غير مثلا ان في لينجوال كونفرجنس موجود، ده اول حاجه. تاني حاجة بقول لك ان الاسبكت اللي قدامك ده شاله. النقطة التانية دي نقطة مهمة جدا، كنا بنقول فوق في الابر لاترال والابر سنترال ان اللينجوال سيرفيس بيكون ايه؟ كونفكس، كونكيف، كونفكس. لا هنا بقى ايه؟ هنا كونكيف. كونكيف موجودة فين؟ بيكون موجود عند الانسايز السيرد، بعد كده فلات، بعد كده كونفكس. هتبقى ايه بقى؟ كونكيف فلات كونفكس، من النازل وانت طالع كونكيف، بعد كده بقت فلات، بعد كده بقى كونفكس. تالت نقطة والأخيرة إن الميزيال والديستال مارجنال ريدجز بيبقوا إيه؟ ليس بروميننت، مش واضحين خالص. تمام يا دكاترة؟ ده بالنسبة لللينجوال سيرفيس في اللور سنترال انسايزر. طب تعالوا نشوف اللينجوال سيرفيس في اللور لاترال انسايزر. تمام. اللينجوال سيرفيس هنا مهم جدا يا دكاترة. طب واحدة واحدة، بقول لك إيه؟ إن الانسايزر بورشن أوف ذا لينجوال سيرفيس بيكون كونكيف. تمام، يبقى هو زي اللور سنترا بالظبط. تمام. تاني نقطة بقول لك ايه؟ ان السنجلم والمارجنال ريدجز مور بروميننت زان السنترال. طب دول بفكركم بيها يا دكاترة، كنا في الابر لاترال كنا قلنا ايه؟ قلنا ان اللاند ماركس اللي موجودة في اللينجوال سيرفيس في اللاترال مور بروميننت زان السنترال، ده في الابر ايه؟ لاترال والابر سنترال. طب تعالوا نشوف هنا، بقول لك السنجلم والمارجنال ريدج في اللور لاترال مور بروميننت زان السنترال، يبقى الاثنين زي بعض، يبقى اللاترال فوق وتحت بالنسبه لللينجوال بيكون مور بروميننت زان السنترال. اكتبوا الحته دي عندكم. بعد كده بيقول لك النقطه الثالثه ان السنجلم بيكون ماله مور اوفست تو ذا ديستال، بيكون رايح ناحيه الديستال، ده مين؟ السنجلم. طب احنا اخدنا قبل كده السنجلم بيكون رايح ديستال قبل كده فين؟ يلا دكاتره ركزوا معايا. يلا ها ها، ايوه كنا خدناه في الابر سنترال. ابر سنترال قلنا ان السنجلم بيكون رايح ديستالي، هنا في اللور لاترال السنجلم بيكون رايح ديستالي. تمام، اربطوا الكلام ببعضه كويس. هو ده اللينجوال اسبكت بالنسبه للسنترال واللاترال، ما فيهوش كلام كتير يتقال. تعالوا نشوف يلا الميزيال. بالنسبه للميزيال اسبكت اللور سنترال انسايزر، هنلاقي ان الجيومتريك اوتلاين زي ما انتم شايفين ويدج شيب او تراينجولار. تمام. الليبيال اوتلاين هنلاقي ان الليبيال اوتلاين كله ستريت ما عدا عند السيرفيكال سيرد، هيبقى كونفكس. ليه؟ عشان وجود السيرفيكال ريدج. كل الكلام ده سهل وعارفينه، بس خدوا بالكم هنا قلنا الليبيال اوتلاين ايه؟ ستريت. اما فوق في الابر سنترال والابر لاترال كنا بنقول ايه؟ كونفكس. جوه اوتلاين شبه ايه؟ شبه الاس بالظبط. هتقوم قايل ايه؟ اس شيبد. فلما حد يقول لك اس شيبد دي بتشير الى ايه؟ تقوم قايله بتشير لللينجوال سيرفيس بتاع اللور سنترال انسايزر لما اجي ابص من الميزيال اسبكت. كلام زي العسل. طب بالنسبه للسيرفيكال اوتلاين كالعاده هيكون ايه؟ هيكون كونكيف روت وايز. كلام زي العسل وعارفينه. بقول لك لما اخد الخط ويتش بيسكتنج زاتوس اللي بيقسم السنه، الانسايزر ريدج هيبقى نظامه ايه؟ هيبقى لينجوال. ليه؟ عرفنا ليه. طب ليه يا جماعه؟ عشان اللينجوال انكلينيشن، اتفقنا على الحته دي قبل كده. تمام. طب بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك فين الكونتاكت اريا بالظبط؟ بيقول لك الكونتاكت اريا احنا عارفين مكانها، موجوده نير الميزيو انسايزال انجل. تمام. طب برضو فين بالظبط؟
هيقول لك ايه بقى؟ بتكون موجوده هاف واي في منتصف الطريق لبيولينجوالي زي ما انتم شايفين في الصوره كده، موجوده في النص، يعني مثلا مش راح لبيالي شويه ولا راح لينجوالي شويه، لا موجوده في النص. تمام يا دكاتره، خدوا بالكم برضو من النقطه ديت عشان قبل كده كان بيركزوا عليها. بيقول لك ان الروت بيكون ستريت لحد نص الروت وبعد كده يعمل تيبرنج، وقلنا الحته دي قبل كده. بس هنا الايبكس بقى لما تيجي تبص له من هنا بيكون نظامه ايه؟ بيكون نظامه راوندد او بوينتد. كويس جدا. الايبكس هنا بيكون نظامه ايه؟ بيكون موجود على الاكسس لاين. الايبكس بيكون هنا موجود على الاكسس لاين. في هنا زي ما انتم شايفين اهو في ديبريشن ولا لا؟ ايوه في ديبريشن. تمام؟ يبقى هنا الميزه الموجود عليه ايه؟ ديبريشن. تعالوا بقى نشوف الميزه اللي موجود في اللاترال انسايزور. بالنسبه للميزيال في اللاترال انسايزور هو نفس الميزيال اللي موجود في السنترال انسايزور، بس في كده كام اختلاف بسيط. الاختلاف اللي هنا ايه؟ وانت دلوقتي تبص من الميزيال مش انت شايف جزء من الديستال؟ صح ولا لا؟ في الامتداد هناك اهو شايف جزء من الديستال. ليه؟ بسبب الديستال تيلتنج، فهتلاقي جزء من الديستال ظاهر. تمام. تاني اختلاف موجود ان السيرفيكال لاين في اللاترال انسايزور ليس كارفد زان السنترال انسايزور، نفس اللي قلناه فوق بالظبط. في الابر لاترال بيكون السيرفيكال لاين في الميزيال ليس كارفد زان السيرفيكال لاين بتاع الايه؟ السنترال انسايزور. الديستال طول عمره ابن حلال، كلمتين وبيروقنا وربنا يكتر من امثاله. بيقول لك ان الديستال زي الميزيال بالظبط، بس في كده كام اختلاف. الاختلاف الاولاني بيقول لك ان السيرفيكال لاين بيكون ليس كارفد زان اللي موجود في الميزيال مننا وعلينا. تمام. بيقول لك هنا ان الديفلوبمنتال ديبريشن اللي موجود بيكون ايه؟ مور ماركت، بيكون واضح اكتر، بيكون ديب اكتر، بيكون بروميننت اكتر زان اللي موجود في الميزيال. بس كده. ده بالنسبه للي موجود في السنترال انسايزور. طب تعالوا نشوف الديستال اللي موجود في اللاترال انسايزور اهو. بيقول لك ايه؟ ان الديستال بيكون شورتر زان الميزيال سيرفيس مننا وعلينا وعارفينها. قلنا ليه؟ بسبب الديستال تيلتنج او ديستال سلوبنج. تمام. بعد كده بيقول لك ايه؟ ان الديستال كونتاكت اريا بيكون مور سيرفيكالي زان الميزيال كونتاكت اريا، والله عارفينها. وبعد كده بيقول لك ايه؟ ان السيرفيكال لاين بيكون ليس كارفد. والله يا عم الديستال انت ابن حلال ربنا يكتر من امثالك. بس كده، هو ده الديستال يا دكاتره. اخر نقطه بقى دكاتره هنتكلم عنها هي الانسايز الاسبكت. زي ما انتم شايفين الجيومتريك اوت لاين هنا دايموند شيب، شبه الدايموند بالظبط. تمام. بيقول لك ان الليبيولينجوالي زي ما انتم شايفين اكبر بكتير من الميزوديستالي. الليبيولينجوال دايمنشن از جريتر ذان الميزوديستال دايمنشن، كلام زي العسل وعارفينه. بيقول لك هنا زي ما انت شايف اهو ان الانسايزر ريدج بيكون ستريت. تمام. وبيكون رايت انجل على الخط اللي بيمتد من الليبيا لللينجوال زي ما انتم شايفين. دي بتعكس الخاصيه اللي موجوده في اللور سنترال انسايزور، وديت خاصيه مميزه فيها الا وهي بايلاترالي سيمتريكال. تمام. ودي عارفينها خلاص. بقى كده اخر حاجه موجوده ان السنجلم بيكون ايه؟ سنترد. تعالوا نشوف اللور لاترال انسايزور. اللور لاترال دكاتره زي ما انتم شايفين برضو دايموند ان شيب، وبرضو الليبيولينجوال از جريتر ذان الميزوديستال، بس هنا بايلاترالي سيمتريكال ولا لا؟ لا، اتس نوت بايلاترالي سيمتريكال. يبقى ديت حاجه مهمه وركزوا عليها. بقى كده الانسايزر ايدج هنا ستريت ولا لا؟ ليس ستريت، يبقى عكس الايه؟ عكس اللور سنترال. تمام. كيرفس فين؟ توردز اللينجوال ان اتس ديستال بورشن، رايح ناحيه اللينجوال عند منطقه الديستال زي ما انتم شايفين بالظبط اهو. تمام يا دكاتره. تمام. والمنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها ديستولينجوال تويست، التواء من عند منطقه الديستال ناحيه اللينجوال. خلاص يا دكاتره. طب بالنسبه للسنجلم موجوده في النص ولا راحه ديستالي؟ لا راحه ديستالي. بس كده يا دكاتره، دي كل حاجه عن اللور سنترال واللور لاترال انسايزور. فاتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، وربنا معاكم ان شاء الله دايما، وبالتوفيق ان شاء الله لكم جميعا. وكان معاكم عزت شومان، برنامج باش دنتست، ويلا في امان الله.